بيبدأ فيلمنا مع المخترع بانستر اللي بتجيله مساعدته واتس وبتقوله إن صاحبه المحارب السابق هانك مستنيه، وفعلا بانستر بيروح له، وبنعرف من كلامهم إن بانستر اخترع آلة تقدر تخليك تعيش ذكريات معينة في الماضي، وبنعرف إن هانك انطرد من بيته اللي كان مأجره وجاي علشان يستعيد ذكرياته مع الكلبة بتاعته، وفعلا بيدخله بانستر على الجهاز، وبنعرف إن الذكريات اللي بيدخلها أي شخص على الجهاز بيقدر يشوفها بانستر على هيئة هيلوجرام، وبيقدر إن هو يصورها وكمان خزنها. وبنشوف ان في العديد من الزباين اللي بيجوا للاختراع اللي بنعرف ان اسمه خزان الذاكره. وبعد ما بيكون كل من بانستر وواتس هيروحوا بتيجي ليهم واحده اسمها ماي وبتقول لهم ان مفاتيحها ضاعت وانها مش لاقياهم، ومع ان وقت الشغل بيكون خلص ولكن بانستر بيوافق يساعدها وبيدخلها على الجهاز وبيفضلوا يراقبوا في المفاتيح لحد ما بيعرفوا هي وقعت فين. ولكن بانستر بيبقى متعلق انه يعرف قصه ماي اكتر، فبيعرف انها مغنيه وان كان عندها حفله وان صوتها حلو جدا، وساعتها بيتعجب بيها اكتر. وفي الوقت ده بيقفل الجهاز وبيقول لها على مكان مفاتيحها، ولكنها لما بتمشي بتنسى الحلق بتاعها فبتدي واتس لبانستر علشان يرجعه ليها. وتاني يوم بيروح بانستر لمكتب المدعي العام وبنعرف ان بيتم الاستعانه بيه في بعض الاواضع علشان يمسكوا ادله على المجرم. وبنشوف زميلته ايفري اللي بتحقق مع رجل اعمال اسمه سيلفيان في قضيه حرق اراضي، ولكنها مش قادره تمسك عليه دليل ومش بيبقوا قادرين يدخلوه خزان الذاكره بسبب سلطته في البلد. بعد ما بيخلصوا بيروح بانستر للحفلة اللي شاف فيها ماي واللي بتلاحظ وجوده فبتجيله وبيديها الحلقة بتاعها وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها ان صوتها حلو، وبعد كده بيوصلها للبيت وبيبقى معجب بيها. وتاني يوم بيقابلها مرة تانية، وبعد ما بيتكلموا مع بعض بيحس بانستر بوهم وبيطلع ان هو في خزان الذاكرة، وبيتزعق ليه من واتس اللي بتقول له ان هو بقاله كتير بيدخل الجهاز علشان يفتكر ذكرياته مع ماي. فبيقول لها بانستر ان هما كانوا بيحبوا بعض وانه بيرجع لذكرياته لانه نفسه يعرف ايه اللي خلاها تختفي مره واحده، ولكن واتس بتقوله انه المفروض ينساها ويركز على الزبائن اللي بيقله من على الاختراع، وبتقوله ان زميلته ايفري اتصلت وعرضت عليه شغل وانه المفروض ياخده بدل ما يفلس. وبعد كده بيفضل بانستر يفكر في ماي وبيقول ان اكيد حصل لها حاجه لان مفيش حد بيختفي فجاه، وبيبدا يدور عليها في كل الاماكن اللي ممكن تكون كانت فيها، ولكن اللي بيساله مش بيدوله رد مفيد، فبيقرر ان هو ياخد شريحه الذكرى من ذكرياته ويدخل لها تاني. واثناء ما بيقول لمي ان هو كان جندي في الجيش وانه بيحب غروب الشمس بيخبط الباب وبيفوق بانستر من الجهاز وبيقول ان المكان مغلق، ولما بيشوف مين اللي بيخبط بيلاقي سياره بتمشي، ولما بيبص تحت بيلاقي حلق مي، وساعتها بيحس انها رساله نجده ليه. وبعد كده بيروح لمكتب المدعي العام علشان يشتغل لحساب زميلته ايفري اللي بتوري له مجرم اسمه فالكس وبتقوله ان هو تاجر مخدرات وكان بيشتغل لحساب زعيم عصابه اسمه جو وان جو هو اللي عايزينه. وفعلا بيشغل بانستر جهازه على فالكس وبيشوفوا ذكرياته مع جو، ولكن وسط ده بتيجي مي في الاحداث، وساعتها بيهتم بانستر جدا بالذكريات وبيعرف ان الاحداث ديت من 5 سنين، وبنعرف ان جو اعجب بمي وان في يوم فالكس كان هيضربها ولكن جو منعه، وبنعرف ان هو خلى مي تتعاطى من المخدرات بتاعته اللي بيبقى اسمها باكا وصعب جدا ان اي حد يقلع عنها. وساعتها بيضايق بانستر وبيسيب القضيه وبيمشي وبيقول ان هو هيلاقي مي. وبعد كده بيروح لمكان الزعيم جو وبيقول ان هو من طرف انزو، ولما بيدخلوه لجو بيقول بانستر ان انزو بعته علشان يشتري منه ممنوعات من نوع باكا، ولكن جو بيقول له ان انزو مات من زمان. وساعتها رجاله جو بيمسكوا بانستر وبيعرفوا ان هو بيكذب عليهم وبيسالوا جو عايز ايه، ولما بيعذبوه بيقول له بانستر ان هو بيبحث عن مغنيه انت تعرفها وان اسمها ماي، فبيقول له جو انها نصابه وانها سرقت منه كميه كبيره من الباكا وان شكلها نصبت عليك انت كمان، وبعدين بيقول لرجالته يقتلوه. واثناء ما رجالته بيغرقوه بتدخل واتس تكون مفاجئ بيسبب حرايق وبتضرب نار على العصابة، ولما بتضرب رصاصة على الحوض اللي بيتعذب فيه بانستر بيقدر ان هو يضرب الشخص اللي مأيده، وبتقدر واتس تقتل اغلب العصابة بما فيهم جو وبتنقذ بانستر. وبعدين بانستر بيسأل واتس على اخر مرة شافت فيها مي، فبتجاوبه واتس وبتقول له انها جت قبل ما انت توصل الشغل وقعدت تكلمها وتسألها هي ليه مش بتحبها، وساعتها ردت عليها واتس وقالت ليها انها حاسة ان وراها مشاكل، وفعلا مي بتقول ليها انها كانت مدمنة وانها ما قالتش لبانستر. وفي الوقت ده بتقول لها واتس ان حياتها كانت صعبه علشان كده مش بتقدر انها تعمل صداقات كتير، وان خلال حياتها بانستر هو اللي انقذها وخلاها تعيش حياه طبيعيه، وبتسيبها وبتمشي. وبعدين بتفوق واتس من جهاز خزان الذكريات وبيهزها بانستر انها سابت ماي، وده اللي سمح لها تاخد مفتاح الخزنه وتسرق حاجه مهمه فيها. ولما بيراجعوا الذكريات اللي في الخزنه بيعرف ان في ذاكره ناقصه واللي بتبقى لواحده اسمها إلسا كارن، وبيبقى بانستر مش فاهم هي اشمعنى خدت ذكرياتها هي بالذات، وساعتها بيروح يدور على مكان إلسا. ولما بيروح للمدينة
المدينة بتاعتها بيسأل الناس عليها، وواحد منهم بيشاور ليه على بنت علشان يسألها، وساعتها بتهرب البنت وبيطاردها بانستر لحد ما بيلاقيها وبيقولها ان هو جاي يساعد إلسا، ولكنها بترد عليه وبتقول له ان في شخص قتلها، وان من ساعتها فريدي ابنها محدش يعرف عنه حاجة غير ان في واحدة بشعر احمر خدته. وساعتها بيتلخبط بانستر اكتر وبيبقى مش عارف ليه مية عملت كده، ولما بيتفقد المكان بيظهر شخص فجأة وبيضربه لحد ما بيغمى عليه، وساعتها بيفوق بانستر من الجهاز وبتعرفه واتس ان اللي ضربه كان نفس الشخص اللي مع الزعيم جو، وبتقوله يروح لإيفري علشان تعرفهم الشخص ده مين. وفي طريقهم بيكتشفوا ان راجل العمال سيلفان مات وان مراته وابنه هيورثوا كل فلوسه، وساعتها بيرجع بانستر لشغله وبتعرفه واتس ان إيفري قالت ليها ان المجرم اسمه ساريوس وانه كان ضابط فاسد بيشتغل لجو، ولكنه في الاخر كان بيشتغل لرجل العمال سيلفان. وساعتها بيشغل بانستر ذكريات إلسا وبيعرف انها كانت متجوزه سيلفان ومخلفه منه فريدي، ولكنه بيكتشف ان هو خلى ساريوس يقتلها هي وابنها علشان مراته الثانيه تمارا تورث مع ابنها بس. وبيعرف ساعتها بانستر ان ماي شغاله مع سايرس وانه لو قدر يجيب سايرس هيعرف مكان ماي، وبيروح بانستر لبيت تمارا وبيقابلها وبيسالها على الضابط الفاسد سايرس، فبتقوله ان هو موجود مع كل الزباله اللي مش ممكن تترمي. وساعتها بيجي ابن تمارا وبيامر الحراس يخرجوا بانستر بره، وفعلا الحراس بيعملوا كده. وساعتها بيعرف بانستر من كلام تمارا انها قصدها ان سايرس موجود في مصانع اعاده التدوير، ولما بيروح هناك بيفضل يدور في المكان لحد ما بيلاقي سايرس قدامه بنت وبيفتكر انها ماي، ولكنه بيتفاجئ انها واحده ثانيه وبيساله بانستر على ماي، ولكنه بيفضل يكلمه حتى بيقدر ان هي ممكن من الشباك ويهرب منه، ولكن بانستر بيطارده وبيقدر ان هو يلاقيه وبتحصل عركه قويه ما بينهم لحد ما بيهرب بانستر سايرس في البيانو وبيغرق معاه، ولكنه بيبقى عايز يعرف ماي فين فبيمط علشان ينقذه، ولما بيعمل كده بيزوق سايرس وبيطلع هو، وبيبقى بانستر قرب يموت ولكنه بيفتكر ماي وده اللي بيخليه يقوى ويعوم لحد ما بيطلع للسطح، وبيبقى سايرس مفكره مات ولكن بانستر بيقدر يحقنه بالمخدر، وساعتها بيحطه في جهاز خزان الذكريات وبيعرف منه ان هو راح لمي وهددها علشان تراقب ليه كل تحركات بانستر، وفعلا عملت كده غصبا عنها لحد ما جه معاه قتل إلسا، ولما قتلها سايرس قدرت ماي ان هي تنقذ فريدي منه علشان ما يقتلوش، وساعتها بيعرف بانستر ان ماي كانت الخير، وبعدها هربت من سايرس وراحت ليه وخبطت على بابه، ولكن في الوقت ده جالها سايرس وخطفها، ولكنها قدرت ترمي الحلق بتاعها علشان تبعت رساله لبانستر، وبيعرف انها كانت في العربيه اللي اتحركت، وبعدين فضل يعذب في ماي علشان تقول له على مكان فريدي ويقتله ويبقى نفذ المهمه بتاعته، ولكنها بتقول له كلام غريب كانها كانت عارفه ان بانستر هيجيبه ويشوف ذكرياته، وبتقول في وش سايرس ان هي قالت ليه في وسط كلامهم قبل كده على مكان بتحبه وان هو ده مكان فريدي، وساعتها بيقف بانستر قدامها وبيبقى عارف المكان اللي هي قصدها عليه، وفي اخر كلام ماي بتقول انها بتحب بانستر، وبعدين بتطلع سايرس وبتروح تنتحر علشان ما يعرفش منها مكان فريدي، وساعتها بيبقى بانستر زعلان جدا وبيفضل يعيط وبيرجع لسايرس وبيقول له ان هو مش هيموته لان الموت قليل عليه، وبيامره يفتكر اسوأ لحظات حياته ولما بيفتكرها بيعيش فيها، واللي بتكون لما الزعيم جو بعت رجالته ليه علشان يعاقبوه ان هو سرق الممنوعات بتاعتهم، وبنعرف ان هم عملوا كده عن طريق حرقه، وبيفضل سايرس يعيش في العذاب ده لمده طويله جدا، وبعدين بيروح بانستر لبيت ابن سيلفان من تمارا وبيهدده بالسلاح وبيقول له ان هو كان فاكر ان والده هو اللي امر سايرس بقتل إلسا وفريدي، ولكنه اكتشف ان هو كلمه بعد ما مات وان ده معناه ان انت اللي كلمته علشان يقتلهم وبالتالي تورثه انت لوحدك، وبيقول له ان هو بلغ الشرطه وانهم في طريقهم ليك بعد ما انقذوا فريدي، وبعد ما بيسيبه وبيمشي بيروح لواتس وبيشكرها على تعبها معاه ومساعدتها ليه، وبيتاسف ليها لو عملها وحش في يوم من الايام، فبترد عليه واتس وهي مستغربه وبتقول له ليه بتتكلم كاننا اخر مره هنشوف بعض، فبيقول لها ان هو قرر ان هو يرجع لذكرياته مع مي لانها فعليا اسعد لحظات في حياته وانه مش عايز يشوف غيرها، وفعلا بيحط نفسه في الجهاز وبيفتكر كل ذكرياته مع مي من اولها لاخرها، ولما بنرجع للعالم الحقيقي بنشوف واتس كبرت وبقت جده، وبنعرف ان بانستر كمل حياته كلها في الذكريات وكل ما يخلصها يعيدها لانه عمره ما حس بالسعاده اللي حسها مع مي.